طلق أم ابنه وخطب بعدها بأيام، انفصل عنها مرتين ورجع لها تاني وقال بطلنا خلاص الحركات دي. لكن مسلم فاجئ الكل بقرار صادم وأعلن فسخ خطوبته من يارا تامر للمرة الثالثة. تعالوا نشوف الحكاية. مفاجأة صادمة من المطرب مسلم اللي فاجئ الكل وأعلن انفصاله عن خطيبته يارا تامر. مسلم كتب منشور على حسابه الرسمي قال فيه: محتاج أقول حاجة يمكن مش هتكون مهمة قوي للناس، لأني حاسس إن الناس زهقت من الموضوع، بس حبيت أوضحها علشان رضيت ضميري قدام ربنا. تم فسخ خطوبتي من يارا تامر وأتمنى لها حياة جميلة ونجاح واستمرار، لأن حاولنا كتير وأنا خسرت كتير قوي من حياتي ووقتي قصاد التجربة دي وفشل. مش بس كده، لكن كمان مسلم قال الحمد لله بحمد ربنا انه بين لي كل حاجة تخليني ابقى في حالي واسف لنفسي مرة تانية، والمرة دي بجد اتعلمت الدرس، شكرا المرة دي اتقفل الموضوع نهائي. قصة مسلم مع يارا كانت سبب في جدل كبير، خصوصا انه خطبها بعد ايام من انفصاله عن زوجته ميكا البغدادي. وقتها الكل انتقد مسلم على الخطوة اللي عملها علشان يرد على انتقادات خطبته ويقول ما عملتش حاجة غلط، مشيت في طريقي عادي. وقال كمان مسلم ان خطيبته بتفهمه كويس وانه ما تعرفوش من فترة طويلة زي ما ناس قالت، لكن حس معاها بالراحة ووصفها وقال ارتحت معاها وهي بنت ناس وكويسة. مسلم كمان قال ان محدش عارف كواليس طلاقه ولا التفاصيل اللي حصلت في حياته، وان خطيبته ما تستحقش كل الانتقادات اللي وصلت لها او التعليقات السلبية اللي حصلت لها. مسلم احتفل بيارا على طريقته الخاصة وكتب لها منشورة غزل فيها وقال النهاردة بجد عرفت ان نهاية 2023 اجمل نهاية بالنسبة لي، واصبحت اجمل انسانة في حياتي ربنا كرمني بيها بعد تعب كبير ومشاكل كتير في حياتي. بحبك جدا وربنا يخليكي ليا ونفضل سند لبعض وظهر جامد يا اجمل يارا. لكن المفاجاه كانت في اعلام مسلم الانفصال عن يارا للمره الاولى بعد 18 يوم بس من خطوبتهم. وقالت يارا في منشور على حسابها الرسمي: الحمد لله ان كل حاجه بانت بدري وجت بسيطه. بعدها اعلن مسلم عودته من تاني لخطيبته وكشف عن سبب الانفصال اللي حصل، وقال ان الغلط كان من عندي انا الاول، اتقمصت وزعلت في موقف، لكن فعز ما انا غلطان هي صالحتني، احنا رجعنا لبعض لكن ما حبيناش نقول علشان الناس ممكن تفتكرها لقطه وترند. كشف مسلم عن الفتره اللي جايه في حياته وقال ناويين اننا نكبر ونعقل ولا نتسرع في اي قرار. كانت حاجه مش حلوه قدام الناس نفسخ الخطوبه بعد 18 يوم، الناس ليها حق تصدق ان كل ده ترند، لكن يا ترى هالقرار الانفصال الاخير ده هيبقى القرار النهائي ولا هنتفاجئ بعوده مسلم ويارا مره تانية لبعض؟ خلونا نشوف.